في الوقت اللي اغلب جمهور برشلونه فيه قلب محاسبين وكلهم دلوقتي بيدوروا على تصريفه لكوتينيو وتصريفه للاعيب زي امتيتي وتصريفه لسيرجينو ديست، ديست حلو ولا وحش، وكمان الكلام بدا يكتر على تريشتيجن، تريشتيجن نمشيه ونجيب مكانه اونانا اللي هو لا اله الا الله، لا اله الا الله بجد والله يا جماعه، تريشتيجن عايزين تمشوه وتجيبوا مكانه اونانا عادي مفيش اي مشكله. بس المشاكل بتيجي منين بقى؟ المشاكل بتيجي لما بتروح تدور على فريق عنده عناصر مميزه وتدور انت على التعاقد مع لعيبه مش واخدين فرصه في الفريق. اه والله بجد يعني هم قال لك السيتي تجربه مع بيب جوارديولا تجربه عظيمه، بنروح نجيب لعيبه من هناك، هتجيب مين بقى؟ دي بروين؟ مالناش فلوس. رياض؟ مالناش فلوس. طب هتجيب مثلا كده يعني برناردو سيلفا اللي اتعرض علينا واحنا رفضنا نجيبه عشان خاطر ما كانش معانا فلوس وما كانش اسباني؟ لا مش هو. هنجيب مين؟ فيرن توريس. فيران توريس ده مصاب بقاله 6 شهور. اه هو فيران توريس، فيران توريس ازاي يا جماعه؟ ده مصاب بقاله 6 شهور ما بيلعبش اساسا. لا لا هم 3 4 شهور على فكره. طب هي هتفرق معاك مده الاصابه؟ مصاب يا باشا، انت هتجيب لعيب مصاب؟ اه اسباني. اسباني؟ يعني احنا جايبين لعيب عشان اسباني بس؟ اه وعنده علاقه مع بنت مدرب المنتخب الاسباني لويس انريكي، فالولد عايز يعيش في اسبانيا باي طريقه، فهيرضى ياخد اي فلوس عندنا، والولد بسم الله ما شاء الله حابب يجي. يا احنا بنجيب صفقات للدرجات دي؟ يعني احنا بنجيب صفقات عشان الواد هيجي يقعد مع صاحبته؟ طب هو فنان هيقدم ايه بالصلاه على النبي؟ قال لك لا لا ده بيلعب شمال ويمينه بيلعب فيرود. الله بسم الله ما شاء الله. طب احنا جايبينه مصاب اساسا؟ قال لك عادي حلو. احنا مش جايبينه باقساط؟ اه جايبينه باقساط بصراحه، احنا اشتغلنا معاهم شغل ارسنال مع بيبي. اه قال لك 85 مليون بس على 5 سنين. احنا بقى جايبين فيرن توريس 65 مليون بس ما حدش عارف على 3 4 سنين، اللي هو هي صفقه ناجحه؟ لا والله ده رحيم كاكا يمكن كان ارحم بكتير. فيرن توريس، فيرن توريس يا ولاد المجانين، ده احنا كنا بنتكلم على هالاند وبوجبا وبعد كده الكلام رسي على فيرن توريس وكافاني. اه والله كانوا بيتكلموا على كافاني من يومين ثلاثه وان احنا نجيب كافاني. اه ما احنا بندور حاليا على لعيب معدي 30 وضارب والعقد بتاعه فري. يلا يا معلم عندك تلعب برشلونه، اجويرو جبناه طلع عنده مشاكل في القلب وبطل كوره، فاحنا عايزين نعوض التجربه دي بتجربه زيها بالظبط. اللي هو يا اخي احنا بنقدم ضحك خام، خلي بالك والله اللي بيتقدم ده ضحك خام والله في الملعب وبره الملعب. اه ونسيت ايريك جارسيا، بس ايريك جارسيا الامانه الشهاده لله قلت ان الولد هيفشل فشل رهيب في اسبانيا، بس بصراحه فيران توريس ما اضمنوش لان الولد على فترات كان بيبان ان هو هداف، كان بيبان ان هو مهاري، كان بيبان ان هو كويس، بس للاسف الفترات دي كانت بتحرمنا منه الاصابه، اللي هو تحسه عثمان ديمبلي في نفسه قوي، يعني يلعب له ماتشين ثلاثه يجي متصاب اسبوعين، يلعب له ماتشين ثلاثه يجي متصاب اسبوعين، فالموضوع كان ممل جدا. فبيب جواردولا طلع وعمل لقطه حلوه وقال لك ايه؟ احنا بنصلي على النبي، حد يحب يفكر يمشي بنقول له امشي، احنا ما بنمسكش بلعيبه غصب عنهم، اللي هو اوه البس يا عم ناصر الخليفه، احنا مالنا من الكلام ده؟ احنا مالنا من الهري ده؟ احنا مالنا؟ انت كنت عايز تخلص من فيرن توريس وما صدقت ان برشلونه قال لك عايزينه، تمام تمام. انا كمشجع برشلونه مش راضي بالصفقه، لان انا كان نفسي في صفقات زي فرانكي كيسيه، كان نفسي في صفقات من اللي هي تحل لي الازمات اللي عندي، كان نفسي مثلا في صفقه زي مساك مثلا، اه والله كان نفسي في سترايكر صريح بس يكون عيل لسه صغير. فاكر ارسل كابرال ده؟ ما كانش عندي اي مشكله خالص، لسه ولد صغير وبيقولوا ان هو مهاجم كويس، انما تروح تجيب لي فيرن توريس اللي انا هقعد اجربه 3 4 شهور شمال ويمين ومهاجم؟ لا لا ما ينفعش، مش ناقص حرق الدم يا جماعه، ارحمونا بقى. انا عارف ان المشروع العنصري ابن الجزمه اللي قايم في برشلونه حاليا متعب، بس الموضوع بقى متعب ومرهق جدا لاي مشجع برشلونه، ارحمونا علشان خاطر واضح ان المستقبل في برشلونه رايح لحته ضلمه، لان بسم الله ما شاء الله مفيش خطط لا من مدرب ولا من رئيس نادي سوى ان اي اسباني هدي هو العيال، بس انا شايف كده بصراحه. انت بقى شايف ايه؟ هي حريه اراء يا صديقي في الاول وفي الاخر، انا شايف كده، انت بقى ممكن تكون شايف حاجه ثانيه وتكون شايف ان فيرن هيجي يكسر الدنيا عندنا؟ ممكن، كل حاجه في الكوره وارده، بس اللي مش وارد انك ما تعملش لايك او سبسكرايب للفيديو عجبك، او ما تشتمش في الكومنتات لو الفيديو ما عجبكش.